حبيبي اهلا بيكي، نورانا وشرفانا وكل البركه. اهلا بحضرتك. قولي لي فضيله الامام الاكبر اتصل بيكي هاتفيا، يعني عايشين هذه الاجواء. بص حضرتك، هو كان اتصل ببابايا الامام الاكبر، بعدين بابا جاب لي التليفون وقال لي امسكي شيخ الازهر بيكلمك. انا افتكرته بيهزر، فجاه كده مره واحده، فهي كانت مفاجاه يعني. فشيخ الازهر بقى قال اسمي وقال معهدي ومجموعي وترتيبي، فانا طول المكالمه ساكته مش عارفه ارد، متفاجاه يعني، الحاجه دي مش متوقعاها. فلحد بقى اديت بقى التليفون لمامتي بقى وبارك لها وقال لها يعني ما شاء الله لقيتي ثمرة تعبك وكده، فالحمد لله ما شاء الله مبارك. هل كنت متصوره تكوني من الاوائل على مسرح الجمهوريه؟ لا ما كنتش متصوره، انا كنت بتمنى الحاجه دي وبدعي ربنا انها تحصل، لكن ما كنتش متصوره انها ممكن تحصل فعلا. طيب لما تلقيت الخبر انت بقى، احنا عرفنا بقى اجواء الاسره، انت بقى يعني شعورك كان ايه؟ لا كنت مصدومة. أنا قعدت تقريبا يعني لحد دلوقتي، يعني دلوقتي ابتديت أستوعب الموضوع، لكن لا أول يوم ما كنتش مستوعبة الوضع ده خالص. فبعدين بقى جت مكالمات بقى وكده، لسه برضو يعني بحاول أستوعب لو في إيه، فالحمد لله. طيب حاجة تانية بقى، أنت كنت معروفة على مستوى بيتكم صح؟ بعد النتيجة ما ظهرت فاتت عليك وسائل الإعلام، يعني قنوات بتكلمك، الجرايد بتكلمك، المواقع الإخبارية، مواقع التواصل الاجتماعي تضج بأسمائكم كأوائل الجمهورية، شعورك إيه لما لقيتي الناس كلها كده عينها عليكم؟ اتخضيت. أنا في الأول كنت معروف على مستوى بابا وماما بس، دلوقتي أنا ما شاء الله. تمام. فلما شفتي قد إيه مدى اهتمام الناس، أنا شايف إن السنة دي بالذات تختلف عن كل سنة في مسألة الاهتمام بطلاب الثانوية الأزهرية. يعني قبل كده كان فعلا في تعتيم اعلامي كبير جدا على طلاب الثانويه الازهريه وكانهم مش موجودين، وكان كل الاهتمام على طلاب الثانويه العامه. انا حاسس ان السنه دي الوضع حتى اعلاميا والسوشيال ميديا وما الى غير ذلك، لا في اهتمام خاص بطلاب الثانويه الازهريه، مش كده؟ احنا صراحه يعني احنا مش اقليه خالص يعني، احنا برضو الحمد لله لينا يعني صوتنا، وبرضو اعتقد ممكن امتحانات السنه دي مثلا مختلفه عن امتحانات السنين اللي فاتت في صعوبه كده، وبدات انها تقرب شويه لامتحانات الثانويه العامه ما شاء الله، فاعتقد ده السبب. اللي دايما كنا بنناقش هنا في، كنت هقول لكم بنناقش في المدرسه، كنا بنناقش دايما في الحلقه هنا الدروس الخصوصيه بطرقها المختلفه، يعني حتى استضفنا مجموعه مدرسين بنتكلم عن تجسيد او مسرحه المناهج في دروس خصوصيه، اتكلمنا عن دروس خصوصيه النمطيه، اتكلمنا عن دروس بمختلف انواعها، وقلنا ان هي كيان موازي للاسف الشديد للمدارس. لما بتكلم على الاوائل، وده سؤالي دايما للاوائل سواء في الثانويه العامه او في الثانويه الازهريه من كل عام، كنتوا بتعملوا ايه؟ هل كنتوا معتمدين على الدروس ولا معتمدين على المعهد ولا معتمدين على المدرسه بالنسبه لطلاب الثانويه العامه؟ انت بقى احكي لي تجربتك، كنت معتمده على الدروس ولا وضعك ايه؟ هو انا كل سنه متعوده على شكل معين، طريقه معينه في المذاكره، ان انا بروح المدرسه برجع اذاكر والحمد لله بيكون المجموع كويس. ثالثه ثانوي سنه مختلفه، بس ما حبيتش ان انا اغير الطريق تماما عشان خفت من الحاجه دي، فقلت انا طبعا كنت محتاره في الاول، بس لا قررت ان انا هعمل نفس اللي انا كنت بعمله كل سنه، ان انا بروح المدرسه عادي جدا، المدرسين ما شاء الله كويسين، ولقيت فعلا ان هم يستاهلوا الثقه اللي انا كنت مديها لهم، ففضلت في الطريق ده لحد اخر سنه من غير دروس. لا ما شاء الله اللهم بارك، ربنا يا رب يبارك فيك ويحفظك، وده امر طيب جدا. طيب الاسره في البيت بقى ما قالولكيش احنا عايزين احنا يعني نضغط معاكي شويه كده ونجيب لك مدرسين في البيت او تروحي لدروس خصوصيه باعتبار ان انت تقوي من نفسك اكثر، ولا كانوا شايفين نفس وجهتك؟ ما كان كانوا مديني حريه القرار. نعم. اتخاذ القرار. انت عايزه ده تمام، يعني انت شوفي اللي انت، هي دي السنه بتاعتك، ده مستقبلك، انت اللي هتاخدي القرار بنفسك ان شاء الله. فهم الحمد لله يعني ما كانوش بيضغطوا عليا في النقطه دي خالص، كنت انا اللي باخد القرارات. هل برايك بقى كنصيحه تقوليها للطلاب، ممكن الطالب يعتمد فعلا على المدرسه وفقط، ولا ده امر نسبي يختلف من مكان لاخر؟ يعني في مدارس ممكن يكون مثلا الشرح فيها مش كويس، في معاهد نفس الكلام، فهل دي تجربه خاصه بيكي، ولا انت شايفه ممكن الطالب لو ان اراد بعد توفيق الله طبعا ان هو يعتمد على حضوره في المدرسه او في المعهد بتاعه؟ هو المدرسه يعني المتابعه فيها امر اساسي، لكن هو اسلوب المذاكره عامه بيبقى امر نسبي، لو انت بترتاح في طريقه معينه شايف ان هي الانسب ليك اعملها، ما تترددش انك تعملها، لكن برضو المتابعه مع المدرسه ده امر ضروري جدا جدا. تمام. انت ميولك في الاصل ادبي، يعني ادبيه مش علميه ولا حاجه. صح؟ يعني ما حدش قالك في قبل نخش ادبي مثلا اخش علمي عايزين دكتوره؟ لا هو انا دخلت علمي. دخلت علمي وحولتي. ايوه. تمام. وشايفه نفسك دلوقتي كنت على حق في ان انت تحولي، ولا يا ريتني كنت في علمي؟ لا 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 على حق. على حق. تمام. انت بقى ميولك ان شاء الله راح على كليه ايه؟ انا بحب جدا مجال اللغات، بتمنى اني ادخل كليه لغات وترجمه ان شاء الله. لغات وترجمه. لو جيت قلت لك ان في الثانويه العامه والثانويه الازهريه بالنسبه للادبي الكليات الطب انجاز التعبير في الثانويه العامه تختلف عن الكليات دي في الثانويه الازهريه؟
بتختلف من ناحيه ايه؟ يعني في هل في كليات معينه مش موجوده عندكم في الثانويه الازهريه مثلا؟ في يعني كليات بس ممكن مثلا تبقى موجوده اظن سياسه واقتصاد مثلا موجود في الثانويه العامه موجود كاقسام تقريبا في الازهر ده سمعت عنه فبس يعني ده اللي انا اعرفه يعني. لكن انت من البدايه طموحك وميولك ليه انت تخشي لغه الترجمه؟ مظبوط. ده كلام جميل، ربنا يا رب يبارك فيكي. وايه رايك كده نروح كمان نشوف الوالد نسمع منه ما شعر وايه حينما سمع هذا الخبر، ثم نعود اليكم مشاهدينا الكرام، كونوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. هو انا كنت قاعد في البيت لقيت تليفون جاي فبرد عادي يعني على التليفون، لقيت حد بيكلمني بيقول لي حبيبي حمدي علي. قلت له ايوه والد حبيبي حمدي علي. قال لي طب معاك شيخ الازهر يعني. فانا مش عارف يعني ايه حصل لي كده ذهول رهيب كده يعني ايه شيخ الازهر. لسه بفكر لقيته بيكلمني قال لي حضرتك والد حبيبي حمدي علي؟ قلت له نعم. قال لي حبيبه نجحت وطلعت من الاوائل على الجمهوريه طلعت الثانيه على ادبي. فانا جريت بالتليفون، حبيبه كانت في الاوضه اللي جنبي، جريت بالتليفون على حبيبه واديته لها، قلت لها خدي كلمي شيخ الازهر يعني. هي بصيت لي كده استغراب جدا يعني ايه في ايه انت بتهزر يا بابا؟ قلت له لا لا اتفضلي خدي بس كلمي كلمي صوتي كده. فهو اتكلم حطيت التليفون على ودنها فاتكلم قال لها اهلا يا حبيبه انت طلعت الثانيه على الجمهوريه. قلت له لا ايه ده انا مش مصدقها. قال لها بالاماره انت جاي مع طلائع الازهر وجايبه 97 و46% فصدقتي كده؟ قالت له اه تمام تمام تمام. بعد كده اديت التليفون لوالدتها بقى في والدتها طبعا كانت يعني كلنا كنا عندنا صدمه كبيره يعني صدمه كبيره يعني مش عارفين نتكلم يعني ايه احنا ما كناش يعني احنا كنا نامل طبعا ان حبيبة تطلع من الاوائل بس ما كناش نتوقعها خالص يعني انا حتى كنت قبلها باسبوع حبيبة بتقول لي النتيجه ومش نتيجه قلت لها ادام ما تكلمش شيخ الازهر يبقى النتيجه ما طلعتش بهزار يعني ده على كلام واخدينه على انه هزار مش واخدينه على انه حاجه هتحصل حقيقه يعني. فلما اتصل احنا مصدومين قعدنا ساعه بعدها مصدومين حتى حبيبه كتبت الحمد لله انا نجحت وطلعت من الاوائل على الفيس. فقلت لها تكتبي ليه كده ممكن تكون انا مش يعني مش مصدقين تكتبي ليكي على الفيس الكلام ده احنا ممكن تكون مكالمه جايه غلط اصلا يعني مش مصدقين لغايه بعدها بساعه وساعتين لغايه ده ما لقينا المؤتمر ونزل على الفيس الصوره بتاعت حبيبه فساعتها تيقنا يعني الحمد لله بان حبيبه طلعت من الاوائل. بعد كده بقى الصحفيين قعدوا يتصلوا عملنا لقاءات معاهم يعني. بنبارك لك يا حبيبه وحقيقه مشاعر الوالد يعني طبعا وحق له ان يفخر واسال الله سبحانه وتعالى يجعلك دائما قره عين له يا رب العالمين.